يسرى، النجمة يسرى، مرحبا بك في عاصمة الفنون. أهلا بيكي، أهلا وسهلا بيكي. ده مقدمة جميلة جدا وأشكرك عليها قوي. ده أقل ما يكون في حقك. الله يحفظك، ميرسي. مشوار امتد أكثر من 45 عاما منذ دخولك لعالم الفن وقت المراهقة، كيف تلخصين لي قصة ومشوار نجاحك في سطور قليلة؟ يعني ما كانش نجاحات كله، يعني كان في شقة وكان في نجاح وكان في فشل وكان في مطبات، يعني ما كانش فيه كله نجاح. انت بعد العمر اللي عدى ده بتشوفي انت وصلتي لايه، اصرارك على النجاح، اصرارك انك تكملي صح. أصريتي وعشتي في حياة، والحياة كلها تجارب، كلها نجاحات وفيها الكثير من التغييرات. ما التغيير التي استقرت عليه يسرى أخيرا؟ هو مش تغيير قد ما هو أنا بحب ألون في, في, في كل حاجة بعملها، ما أحبش أفضل على وتيرة واحدة، أو ما أحبش أعمل شخصية واحدة أو أبقى في قالب واحد. أنا بحب أغير، فأي حاجة هتضيف لي، أي حاجة هتخليني أبقى في إطار جديد وأنجح فيه هجربه. فأنا عمري ما قررت أعمل إيه غير في آخر لحظة، بعد لما اشوف كده بانوراميكلي اللي بيحصل حواليا. عندما نتحدث عن شخصية يسرى، احنا كلما نكبر كلما ننضج، وعندما ننضج تتغير أمور كثيرة في شخصيتنا. الشخصية الأخيرة ليسرى التي استقرت عليها ايه هي؟ اوف مش عارفة، بس يعني يمكن بقيت انضج، يمكن بقيت ما بحاولش أحط نفسي في تعب أكتر من اللازم. يمكن ابتديت أنقي أعمل إيه ما أعملش إيه في حياتي، أعرف مين ما أعرفش مين، ابتديت أنقي أصدقائي، يمكن ما أعرفش، يعني أكيد في اتغيرت أكيد، بس أعتقد للأحسن. معروف عنك إنه دمك خفيف مش قوي وروحك كمان حلوة ميرسي أكتر، بس ده ما بيمنعش إنه بتمر علينا كلنا لحظات من الغضب. عندما تغضب يسرى، هل تخرج عن صمتك وتقول ما تشعرين به بكل صدق؟ أو مثلا لا بعمل كده لما بغضب قوي، ما بقدرش على نفسي، ده ما بيزعلش الناس اللي حواليك؟ أكيد اللي خلاني أغضب وأوصل للمرحلة دي يبقى داس قوي علي، فعشان كده أوصل للمرحلة دي. لكل فعل ردة فعل. أكيد أكيد، يعني أنت ما تقدريش تطلبي من اللي قدامك إنه دايما يكون رائع معاكي في كل الأحوال طالما أنت مش قادرة تقدري ده، أكيد هتلاقي رد فعل مختلف. كلام ممكن يجرح اللي قدامك فيزعل منك. مين قالك إن اللي قدامي ما جرحنيش؟ مش احتمال ان اللي قدامي جرحني وانا يعني سكت 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 لدرجة ان انا مش قادرة اتقبل. ليه العتاب بيبقى على الطرف اللي معروف اكتر مش على الطرف اللي بيغلط؟ لازم نعرف الحدود بتاعت كل العلاقات، يعني كل علاقة لازم يبقى لها يعني حد معين. لما الواحد بيخرج عن الحد ده الى حد يتجاوز، ما، مرات بتضطري توقفي الشخص اللي قدامك عند حد. علشان كده قلتي من يخطئ بحقي أعيده لخانة الغرباء، كأنه ده رد قاسي نوعا ما منك. لأنه بكون اديت الفرصة الكافية انه ما يغلطش او انها ما تغلطش، لكن لدرجة انك انت تفضلي تغلطي لا. There must be a stop. ممكن تلتمس الأعذار لأشخاص طبعاً عزيزين طبعاً على قلبك؟ ألتمس أعذار كتير جداً بدون شك، وإشمعنى أنا بس اللي ألتمس الأعذار واللي قدامي ما يلتمسش؟ لو أنت كنت مكانهم ما كنتش هعمل كده عشان أعرف حدودي إيه. بصي ما تقدريش تتخطي حدودك وتعتبري ان ده حقك، ما ينفعش.
أنا ما أقدرش أخبط أخش أوضتك من غير ما أخبط على بابك، ما أقدرش أخش بيتك من غير ما أضرب الجرس واستأذنك، ما أقدرش أتدخل في حياتك بدون وجه حق. إيه الخطأ أو الغلط اللي لا يغتفر بالنسبة لي؟ لا مش للدرجة دي، بس في طبعا أخطاء ممكن تخليكي تقطعي تماما مع شخص ما. مثلا مش فاكرة حاجة معينة دلوقتي، بس أكيد بيبقى حاجة كبيرة عشان تقطعي أو تقطعي الشخصية اللي قدامك، أكيد بيبقى فيها حاجة كبيرة. يعني مش عارفة أقولها بالعربي، بس هقولك ما تقدريش تاخدي أدفانتج على حد لمجرد إن هو يعني فتح باب، مش معناها إنه لازم يبقى فاتح كل الأبواب، لازم يعني برضو يعني كل واحد ليه الحتة بتاعته، ما أقدرش أقتحمها، الأصول ما أقتحمهاش إلا لو فتحتي لي الباب بإذن من الشخص أو من الطرف الآخر. بالظبط.